الإفادة، الخبر بالمختصر المفيد. الصحافة المحلية والوطنية والجهوية على المواكبة اليوم صراحة كنتأسف الوضع اللي آلت الأوضاع داخل مجلس مدينة طنجة. فبكل صراحة كان هذا واحد الموضوع اللي منذ شهور احنا كنناقشوه على أننا الأغلبية مترصة وكنبنيو كيجيو منسقين كيسني واحد مجموعة البلاغات. كنتفاجئوا اليوم في وسط القاعة كانت واحد مسرحية ما عرفتش واش هي ضد حزب تجمع الأحرار أو المستهدف فيها هو حزب تجمع الأحرار. لماذا؟ كنشوف حزب الاتحاد السوري بقاو جوج الناس في الصباح كان معنا رئيس الفريق، دابا جينا للتسوس ما جبرناش رئيس الفريق، فين مشى؟ إذا هناك كاين النية المبيتة. الحاجة الثانية مشينا الاتحاد، مشينا لحزب الاستقلال كنجبر ثلاثة الناس كيصوتوا ضدي مع أنهم في الأغلبية. كنمشي للاتحاد السوري كنجبر 10 مع السي الشرقاوي، بقاو جوج الناس هما اللي بقاو معايا أولا ثلاثة. إذا كيف يعقل بغيتي أننا نمارسوا الديمقراطية؟ حزب البام اللي كيقود المجلس العمدة اللي تابعين للعمدة خصهم يكونوا اليوم حاضرين، لأن كاين جوج نقاط مهمة. كاين سبعة الغيابات، حزب الأحرار غياب واحد 13 الناس وحسيدة اللي عندها مبرر، عندها يمها توفات. أنا كنظن هذه واحد المؤامرة ضد الأحرار ودازت واحد مجموعة البلاغات، ما عرفناش شنو بغاو منا، ولكن اليوم باش يقدمونا كقربان ضحايا حنا ما قدمنا حتى شي واحد قربان. تجمع الأحرار هو قوي بالمؤسسات ديالو، قوي بالرجال والنساء ديالو، وغادي نبقاو صامدين في خدمة هذه المدينة. واش شي عطل تواجد الأحرار داخل مجلس الجامعة طنجة؟ أنا ما نقدرش نقول لك، لأن صراحة هذا الأمر لا يعنيني. حنا عندنا حزب ديال المؤسسات، كاين منسق إقليمي، كاين منسق جهوي، كاين الأمين العام. فهذا الشيء حنا غنرفعوا تقرير، كانوا مفوضا قضائيا حاضرين في القاعة، واللي غادي نرفعوا تقرير للمنسق الإقليمي وهو يشوف مع المؤسسة. لأننا أنا بالنسبة لي كرئيس فريق كتنتهي الدور ديالي في وسط الجامعة، هنا انتهت خرجت في حالي. التعليق ديالك انتخاب الشرقاوي نائب العمده؟ انا كنهني ما عندي معاه حتى شي مشكل، الشرقاوي كنتمنى يكون قيمه مضافه، ما عندي معاه حتى شي حاجه. علاش غنخلقوا حنا اعداء ونخلقوا مشاكل؟ دبر راسو كل واحد، واللي شارك في شي حاجه خصو يتفسح التحقيق ونعرفوا شنو علاش هذا الشيء كان، شكون اللي دبر هذه المؤامرات، شغلو ما داك. الحمد لله المؤسسات كاينه، حنا حاجه وحده، حنا جنود مجندون وراء صاحب جلاله اللي كينادي بالجديه وحنا مع الجديه. على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش تفعيل الجرس والضغط على زر ابوني باش يوصلكم كل جديد.